وخلاها بن علي وبدات المافيا تويك تخدم كلها بمافيا، الصحه الداخليه كلها مافيا، هي كلها مافيوزا. هات هات الله يرحم الميت، هات هات الله يرحم الميت. هو قاعد الزوال يخلص الفاتوره، المزمر هو اللي قاعد يخلص الفاتوره، لباس عليه عنده فلوس وعنده كراب وعنده دنيا، وشكون يخلص الفاتوره؟ المزمر. هاي المافيا من وقت بورقيبه، بورقيبه وقتها تخصمت وسيله بورقيبه، وبورقيبه السياح وقيقه بورقيبه مانيش عارف ومزالي والبكوش تبعين وسيله، وبدات المافيا من وقتها تخدم. هاو 76 بورقيبه وفيها انتهى امره، طلعت المافيا تخدم. جا بن علي خدم 7 سنين وبعد بدلت المافيا، ولد تخدم في السبيطارات في تلوج انت شنو طلع في حاجه. هاي المافيا هي اللي تخدم، تضرب الفلوس والزوال يهزوه يمشوا يدفنوه، شيء ما عادش يعيش. امشي انت هاي سبيطار تلقى زوالي، امسيك انت ايش كل كلب، تدخل كلب في زباله صحيح ولا نقول؟ يا زوالي تلقى متيش امسيك، هاو يعاني هاو يجي الاخر يقول له ادفع 10000 والاخر مش عارف شو تدفع وش يعمل وش. هي مافيا في البلاد، هي المافيا ما تنحاتش، تنحات المافيا هي ما تنحاتش. هاو قاعد نعاني فيها، شكون يعاني فيها؟ ها الزوال يعاني امسيك، ما عادش نجم خالط لا باش يعيش ولا باش ياكل ولا باش يشرب ولا باش يعمل شيء. تلقى واحد يزور 500 ولا 600 دينار شو يعيش به؟ شو باش يشري به؟ شو باش يشري؟ 20 دينار قول له 620 دينار شو باش يشري بها؟ يشري بها حليب يشري بها شو باش يشري؟ شو باش يشري بها؟ يشري دبوزه زيت وباكو حليب وفات ال 20 دينار ما عنده ما يشري. هاو الزوالي يهز فيها مسيك. هاي الثوره جات على ظهر الزوالي، هاو الزوالي ويخلص الفاتوره، ما خلص الضوء يقص عليه الضوء، ما خلص الماء يقص عليه الماء، يضربوه يهزوا الحبس يدفنوه يديروه يعملوا له هيك، هو يخلص فيها الزوالي بنيتي. هذه تونس، هاي المافيا تخدم في البلاد والزوالي يخلصوا الفاتوره، يخلص فيها دوبل. واللي عنده كهرباء ما يكلموهاش، والاخرى مراه ما يكلموهاش، ويجي لك انت هذيك هي ما يكلموش، يكلموه يكلموه كان كيفينا هالساشيات. اما ذا بيهم ينحونا حتى من البلاد. ايه عايشوا فيها كان هما، ها وعنده كهرباء مرته وعنده كهرباء وفيلا بمليار و600 وكاري دار ب 4 ملايين وكاري دار الاخرى ب 6 ملايين. ها هو الزوالي فاش عايش؟ ها هو السردينه ما عادش خلط عليه. صحيح ولا نكذب؟ ها هو السردينه ب 6000 تو في مارس سنترال. السردينه اللي كانت نتاع الزوالي يشريها ب 1500 ب 2000 فرنك. هاي ب 6000 فرنك، هاي باش يشري؟ شو باش يشري؟ كيلو بطاطا ب 14%، هو شو يعمل؟ ما عنده ما يعمل، انا نقاسيه في الدنيا وكذا.